رمضان على الرياضيين بيبقى صعب ذكريات جدا. حلوه. وكمان لو رحنا شويه لتاريخ الاسماء الكبيره او تاريخ الدورات الرمضانيه واشهرها واقدمها، خلينا نروح مثلا لدوره الفلكي في اسكندريه تحديدا. نعم. يعني بتتعمل خليني اقول لحضراتكم من 47 سنه بمنطقه الحضره تحديدا في اسكندريه، وبيشارك فيها فرق كتيره جدا، كل فرقه بتتسمى باسم شارع او منطقه اللي هو جاي منها، وبتتلعب كل يوم قبل الفطار. واعتقد حضراتكم يعني ما فيش حد تقريبا ما سمعش عنها، بحضور كمان بيكون كبير جدا من الاهالي اللي بيشجعوا اللعيبه، وناس بتيجي على فكره من حتى مناطق مختلفه، مش لازم يكونوا من المنطقه نفسها. وبدات فكرتها من كابتن سيد الفلكي، من مشاهير الدورات الرمضانيه تحديدا في اسكندريه. وبدايتها كانت دوره يعني على مستوى صغير كده، كان بين الفرق بتاعه المنطقه، وبعد كده مع السنين الموضوع كبر شويه، وكبرت كمان الفرق، وبقى في مراكز شباب زي ما انا كنت بتكلم، وابتدت مراكز الشباب تشارك في كمان هذه الدوره او دوره الفلكي. ويمكن كمان يعني في سنه من السنين كان كابتن محمد لطيف طبعا يعني حضر احدى المباريات دي، واذاع كمان المباراه بشكل كامل، كانت لقطه حلوه جدا وسنه لن تنسى. يعني ده كان حدث طبعا وقتها كبير جدا، ليه اهميه كبيره كمان للدورات الرمضانيه ودوره الفلكي هنا بنتكلم تحديدا. كمان الدوره دي خرجت لاعبين كبار زي ما كنت بقول لحضراتكم، يعني في مواهب فعلا بتخرج من هذه الدورات. عامله دلوقتي زي مثلا المشروع بتاع البطل الاولمبي اللي وزاره الشباب بتقوم بيه، فكره ان انت تنزل وتدور على المواهب بتاعتك وغيره. الدورات الرمضانيه شويه شبيهه بكده، ما انت بتروح اي حد ممكن يشارك، ما فيش شروط، ومن خلال اللعبه ممكن فعلا تكتشف حد عندك زي كابتن احمد الكاس وكابتن احمد ساري ورأفت شاهين، فلا اسماء كبيره جدا وقامات كبيره جدا شاركت. فبجد لا يعني انا بشوف ان دي نموذج رائع جدا وايجابي.